أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة من قناة رافدين التي سنناقش فيها آخر التطورات حول التظاهرات المستمرة في بغداد وعدد من المحافظات العراقية لإسقاط منظومة العملية السياسية، حيث تأكد استشهاد 9 متظاهرين في الأقل وإصابة أكثر من 1000 بسبب مواصلة الحكومة والميليشيات استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، في الوقت الذي اعتبر المتظاهرون خطاب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي وعد به بمحاكمة الفاسدين وخفض الرواتب للمسؤولين وتعديل وزاري غير طائفي أنه مجرد حبر على ورق ولا يلبي تطلعات الشارع العراقي الذي بات مقتنعا بضرورة تغيير النظام بأكمله. إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل بداية إلى نقل حي للتظاهرات التي انطلقت اليوم في العراق وتحديدا في ساحة النسور ببغداد. إذن مشاهدينا الكرام، شاهدنا سويا هذا البث الحي لساحة التظاهرات وتحديدا في ساحة النسور ببغداد، إذ خرج المتظاهرون العراقيون السلميون بالآلاف إلى الشوارع وإلى الساحات للمطالبة بإسقاط منظومة العملية السياسية ونظام الفساد. إذن مشاهدينا الكرام، في خبر عاجل وردنا توا استشهاد متظاهرين 2 في البصرة برصاص القوات الحكومية وأيضا ارتفاع حصيلة الشهداء الذين قتلوا من ميليشيا العصائب التي قامت ميليشيا العصائب بقتلهم في ذقار إلى 10 شهداء رحمة الله عليهم. إذن مشاهدينا الكرام، ينضم معنا في هذه التغطية في الاستوديو الأستاذ
علي ريسان الكاتب والمخرج المسرحي. أستاذ علي ريسان مرحبا بك معنا ضيفا في الاستوديو. مرحبا بك عزيز. أهلا بك. وينضم أيضا إلينا من فيينا الأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. أستاذ ضياء الشمري مرحبا بك. أهلا وسهلا. وأيضا سينضم إلينا الشيخ يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. أهلا وسهلا بكم ضيوفي الكرام. قبل أن نبدأ مناقشة محاور تغطيتنا مشاهدينا الكرام نتابع معا هذا التقرير. يهتفون للعراق الوطن الذي يريدون استعادته من براثن القتلة والفاسدين. زحفوا باتجاه المنطقة الخضراء معقل الظلم والفساد والطائفية الجاثمة على صدور العراقيين. أرادوا إيصال رسالتهم مرة أخرى واضحة مدوية، لكنهم وجدوا رصاص القناصة بانتظارهم. يؤكد المتظاهرون أنهم إيرانيون، آلة القتل لم تمنعهم من عبور جسر الجمهورية، وفي الطريق إلى بوابات المنطقة الخضراء وجدوا أمامهم من جديد رصاصات الغدر التي جاءت هذه المرة من حماية مبنى السفارة الإيرانية. هذا الضرب على المتظاهرين حمار السفارة الإيرانية حتى تشوف العالم جاي يسوون. خلي تشوف الناس من اللي جاي يقتل الشعب. هنا احنا قرب السفارة الإيرانية في أبواب المنطقة الخضراء. خلي تشوف الناس من اللي جاي يقتل الشعب. خلي تشوف الناس. وانتم ايش فيكم؟ ان عرفت الحقائق. من جاي يقتل الشعب؟ احنا وين؟ فالحقيقة انما اتخذته اللجنة تعهدات الحكومة وكلامها عن عدم استخدام القوة تجاه المتظاهرين كذبتها الصور القادمة من هناك. متظاهرون آخرون انضموا إلى قافلة شهداء الانتفاضة وإصابات بالجملة بالرصاص وقنابل الغاز. تصميم المتظاهرين على المضي قدما حتى إسقاط النظام واقتلاع الطبقة السياسية بكل أحزابها ورعاتها ومنتفعيها أكدته هتافاتهم التي صدحت بها حناجر العراقيين في انتفاضة تشرين، وشددت على أهمية هذا المطلب وأولويته في ثورة أبناء العراق. الشعب يريد إسقاط النظام. إذن أبدأ معك أستاذ علي ريسان الكاتب والمخرج المسرحي. رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استمعت إلى خطابه بالأمس وأعلن أنه سيجري تعديلا وزاريا الأسبوع المقبل بعيدا عن قواعد المحاصصة، ولكن يعني السؤال هنا لماذا أكان ذلك يمنعه من يعني تنفيذ مهامه على أنسب ما يكون وأنجع ما يكون، بحيث أنه الآن في هذا التوقيت يتحدث أنه سيجري تعديلا وزاريا بخفض رواتب المسؤولين وما إلى ذلك؟ نعم، أولا تحية لشخصك الكريم ولمشاهدين قناة الرافدين الحرة العراقية الأصيلة، ولكل أبناء وطني اللي يشاهدون الآن. تحية لشهداء العراق، للجرحى، أمهاتنا الثكالة، لكل أبناء العراق في داخل العراق وخارج العراق رحمه الله. اللهم آمين. الحقيقة خطاب رئيس الوزراء مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خطاب بائس، وعادة الحكومات التي ترتعب من هدير جموع الشعب في مطالبته بالرحيل ترتجئ إلى حلول ترقيعية. هذه الحلول لا تسمن من جوع ولا تغني، يعني حلول تكاد تكون في الوقت الضائع.
يعني أنتوا خلال 16 سنة وأنت حضرتك الآن يا أنا الحديث لعادل عبد المهدي، أنت كنت في فترة وزير مالية وفي كنت في فترة وزير نفط وكنت وكنت وكنت، كلكم تداولتم السلطة كل حسب يعني تبادلتم هاي المراكز وضيعتم العراق ونهبتم وسرقتم وشكلتم ميليشيات. حلولكم يعني حتى بالمناسبة تشكل الوعي الآن عند الإنسان العراقي بحيث حتى يعني الحرفي صاحب البسطية الناس البسطاء عرفوا أنه أنتم مجموعة سراق سرقتوا هذا البلد وأخذتوه إلى منزلق خطير ضيعتوه خلال 15 سنة بالمظلومية والوعود الكاذبة وأكثر من 7000 مشروع وهمي، التعليم في انحدار، الكهرباء، الماء، القيم العراقية اللي كنا متربين عليها أخذتوها إلى الحضيض. لذلك العراقي الآن ما ممكن أن يستقبل هذا البيان الترقيعي البائس الحقيقة. والحقيقة إذا تستقرأ البيان كان هذا الرجل أشبه بالمربك يعني، ونبه العراقيين أنه بنهاية البيان ألقى 3 جمل شفوية كانت هي هاي روح البيان: الشعب هو مصدر السلطات، وهذا ما سنوه في الدستور البائس اللي فصلوه على مقاساتهم في المادة 64 وأكد عليها، تقول الشعب مصدر السلطات، الشعب هو يقيل البرلمان والتنفيذية والتشريعية وكل هذه المفاصل اللي يطلق عليها الشعب الآن الرصاصات الثلاث. لذلك ارحلوا قبل أن يكون يزداد نزيف الدم، لأنه كل ما يسقط شهيد راح يطلع 1000 شهيد بمكانه، راح يطلع 1000 متظاهر بمكانه. هذا الشعب قرر أن يعيد العراق إلى مكانته الحقيقية. نعم أستاذي الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، مرحبا بك مرة أخرى بعد مشاهدتك لهذه اللقطات من قتل وقنص المتظاهرين. أين أضحت تعهدات الحكومة في التعامل بحذر مع التظاهرات بعد بيان لجنة التحقيق بقتل المتظاهرين؟ في البداية تحيتي للجميع وتحيتي لقناتكم الكريمة، وأنا أشكركم لإتاحة لي الفرصة أنه أعطي رأيي أو رأي المنظمة بما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق، الانتهاكات والتقرير الذي كتبته الحكومة العراقية حقيقة كان مخيب للأمل، ولا هو تقرير حقوقي ولا هو تقرير يشمل ما أراد العراقيين وطموح العراقيين أبناء وأهالي الشهداء كانوا ينتظرون من هذا التقرير، أنه وضع النقاط على الحروف، يخرجون المجرم، يخرجون القاتل ويقولون هذا القاتل وهذا المجرم. إنما طلع هذا البيان حقيقة يعني ليس له صحة وليس له قيمة أمام الشعب العراقي، بالعكس أنه أثار غضب الشارع العراقي بما انتهكوه، حتى بالإفادات، حتى بالاعترافات، حتى باللجنة التحقيق، كان حتى بتأسيس لجنة التحقيق والأسماء اللي وضعوا في لجنة التحقيق هو انتهاكا لحقوق الإنسان، لأن لا يمكن أنه تبدأ بالتحقيق وهي الجهة المجنية جزء من هذا التحقيق تعمل لإيضاح الأمور للشعب العراقي. الشعب العراقي انتهكت حقوقه في المظاهرات، ونحن نعلم من كان يقتل العراقيين. الذي قتل العراقيين هم الميليشيات وجزء من الشرطة وجزء من الأمن وحتى الجيش. أنا أستغرب من رجل مهني عسكري يقتل شخص عراقي يحمل العلم العراقي اللي هو المفروض أن يدافع عن هذا العلم، المفروض أن يحمي هذا العلم لا يسقط في الأرض، هو يقتل من يحمل العلم العراقي. وإحنا رأينا هذا العلم العراقي اكتسب شرعيته في هذا الوقت أكثر من أي وقت آخر، لأنه غمد بدماء الشهداء الموجودين في كل ساحات العراق، إذا كان في وسطها أو جنوبها أو في بغداد. مع الأسف هذا التقرير كان مخيب للأمل. نعم، ابقى معي أستاذ ضياء الشمري. أستاذ علي ريسان، استباق المتظاهرين التظاهر قبل
موعد التظاهرات بساعات يعني منذ بداية الليل يعني بالأمس ابتدأوا بالألاف يعني يتوافدون إلى ساحات التظاهر وخوفا من منعهم في الصباح مثل ما حدث من قبل. إلى أي مدى يؤكد أن الآن بات هذا الحراك أكثر وعيا وأكثر إصرارا على تحقيق الأهداف؟ نعم، حقيقة أنا كنت يعني طيلة الأيام لحد هاي اللحظة يعني دائما ما أسهر على تواصل، وأنا أول من كتبت أنه العراقيين النبلاء الأحرار. نعم. صنعوا فجر الله قبل فجر الله، صنعوا فجر التحرير قبل فجر الله. نعم. يعني هم من العصر، وشفنا مشهد الأمة العراقية اللي قاعدة ورا حديقة الأمة. نعم. اللي يسألها المتظاهر يقول لها يمه، باكر تقول لها يمه أنا جاية من هس. يعني ما معناه أنه العراقيين فهموا، يعني فهموا أنه هذا الانتصار وهذا التسابق على المشاركة بالمظاهرات هي دالتهم الوحيدة، لأنه خلال هاي الفترة الماضية ما تلمسوا بأي مسؤول عراقي بالرئاسات الثلاث إلا القلة، يعني إلا القلة البسيطة جدا اللي ما تعد على أصابع، وهذا مو قياس. ناس تحب العراق وتنتمي للعراق، العراقيين الآن يشوفون أنه وطنهم بدأ ينسحب من عندهم، يعني يتجزأ يتفتت، يعني يتحول إلى شيء ما مذكور، وهو المخطط العراقيين اللي يعني الآن اللي هو انتصارنا العظيم بهاي المظاهرات واستمرارها، أنه المخطط فهموه العراقيين أن لا يبقى العراق صدقا، المخطط أن يذهب العراق ويتحول إلى ضيعة، يعني ناحية بسيطة مو مدينة تابعة لإيران، هذا الواقع فهموه العراقيين. لذلك احنا دائما هسه تشوف المظاهرات بدوا يمسكون صور خميني وخامنئي وكل الرموز الدينية، وانتصارنا الان في العراق انه العراقي بعد ما عنده خط احمر، يعني ماكو هاي التابوهات الدينية، تفلشت هاي الاصنام اللي سرقت العراق. واليوم الحقيقة اللي انا اطلقت عليها كنية خطب المورفين امين، خطب الصافي. ما هو الصافي يا عراقيين، خلي يسمعني العالم، الصافي هو أحد الذين كتبوا الدستور، هذا البائس اللي أخذنا إلى الطائفية والنزوح والفقدان والدمار. لذلك يا عيوني أنت، يا عراقيين، يا أبناء وطني، الآن الاستمرار على المظاهرات، الاستمرار على المظاهرات هو الكفيل بإسقاطهم، وهم لو يفكرون بالمواطن العراقي حبر هاي الأوراق التحقيقية أو ما قرروه هاي اللجنة التحقيقية هاي التافهة بعد ما جاف وسقطوا عندنا شهداء جدد، يعني هم مغيرين على قتل العراقي، والعراقيين مصرين على إعادة العراق من ذول السفلة والقتلة والمجرمين والخونة. أرحب بالشيخ يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. الشيخ يحيى السنبل مرحبا بك. يا أهلا ومرحبا بمشاهدي قناة الرافدين. شيخ يحيى، لماذا يراد تبرئة الميليشيات من تهمة قنص المتظاهرين مثل ما سقط شهداء في التظاهرات السابقة، يسقط الآن شهداء أيضا بهذه التظاهرات رغم تعهد رئيس الحكومة بالأمس أنه سيتم احتواء هذه التظاهرات لأنها سلمية وعلى الشعب أن يعبر ومن حقه أن يعبر عن حقه في التظاهر السلمي، مع ذلك سقط شهداء أيضا عن طريق قناصة تابعين للميليشيات رغم ما جاء في تقرير لجنة التحقيق بقتل المتظاهرين، لماذا من وجهة نظرك؟ تبرئة الميليشيات لأنها هي الذراع الإيراني أو ذراع الفرس الثوري الإيراني بالسيطرة على مفاصل الدولة العراقية. نعم. الذي أعد التحقيق لا يريد الاصطدام بهذه القوة بل وتبرئتها والذهاب إلى مسميات أخرى وأمور جانبية لا أهمية لها أبدا في هذا التقرير. فالتقرير سوف عملية القتل، بل وقد وضع جانب من التشكيك بأن المتظاهرين هم السبب. لذلك فعملية تبرئة الميليشيات هي عملية تبرئة إيران كسلاح، تبرئة الذي تتخذ من هذه الميليشيات ذراعا لها في السيطرة
على مقدرات العراق، كما ان التقرير برأ القائد العام ووزير الداخليه او القيادات العليا ليقول حتى لا يصطدم بهم، وافرغ محتوى التحقيق، فاصبح هذا التقرير بائس لا قيمه له ولا يمكن ان يعتمد عليه في اتخاذ اي قرار بشان استشهاد السلميين او المتظاهرين الابرياء. نعم. أستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لجنة التحقيق تحدثت عن أن القادة الأمنيين وضباط الشرطة أطلقوا الرصاص على المتظاهرين من غير تخويل من المستويات الحكومية العليا. يعني اليوم شهداء ويسقطون الآن وجرحى اليوم، أيضا 1000 جريح أيضا جرحوا في تظاهرات اليوم. هل كان أيضا من غير تخويل من المستويات الحكومية العليا؟ يعني هل تذهب دماؤهم هباء؟ إلى أي مدى يعني سيستمر تقديم المتظاهرين ككبش فداء للحكومة؟ أنا أتوقع هذا الشيء غير صحيح، بس نفرض أنه تصرفوا بتصرف غير موافقة القيادة الحكومة العراقية بالوقت الحاضر أو المسؤولين العراقيين، إذن هذه الحكومة العراقية لا تصلح أن تدير العراق، لأنه أجهزتها الأمنية التي تحمي المواطنين تقتل المواطنين. إذن هي تقول وبصيغة غير مباشرة إحنا غير قادرين على حماية المواطنين، بمعنى أنهم هم حكومة غير شرعية بالوقت الحاضر. هذا احتراف رسمي، يعني معناتها أنه إحنا ما نقدر لهم، الدولة ميليشيات والشرطة مالتنا ما نقدر لهم. أنتم علاش موجودين بالحكومة؟ شنو السبب وجودكم؟ شنو السبب وجودكم كقياديين إلى أبناء شعبكم يقتلون من قبل موظفيكم أو من قبل الأجهزة مالتكم الأمنية؟ يعني الأمر أنا أشوفه غريب جدا. يعني الحكومة تقول أنا ما يعني ما أعرف شنو السبب أو ما أعرف ليش قتلوا. لا، أنتم تعلمون وبأمركم قاموا بهذا، وإلا ما يتجرأ شرطي أو ضابط يقتل شخص بالتعمد إذا ما وراء حكومة، إذا ما وراء سلطة. هذه العملية مبرمجة يا أخي، هذه العملية مبرمجة لقمع العراقيين، وإذا كان عندهم ذرة من عراقيتهم وذرة من الشرف هذه الحكومة أو عادل عبد المهدي أنه يتنحى من الحكومة ويخلص هذا القتل والدماء الموجودة بالشعب العراقي. يقولهم يا أخوان أنا ما أقدر، الشرطة لا أقدر لهم، ولا القرارات اللي قاعدة تتخذها ما ينفذوها. إذا أنت غير قادر يا أخي، المفروض أن تخرج. يعني حدث في السابق وتحدث في الوقت الحاضر الآن من السفارة الإيرانية قاعد يقتلون العراقيين. يعني أطلع يا أخي، كاس كفاية. طيب ابقى معي أستاذ ضياء الشمري. بالعودة إليك أستاذ علي ريسان، هتافات المتظاهرين اليوم أيضا تصاعدت ضد إيران، وهذه الهتافات هي ليست الأولى، يعني في التظاهرات السابقة وحتى في السنتين اللتين مضت أيضا كان هناك هتافات متصاعدة ضد إيران. نرى زخم التصاعد للتظاهرات وتعالي الأصوات ضد الوجود الإيراني والنفوذ الإيراني في العراق، كيف تصفه؟ نعم، في مظاهراتنا السابقة اللي شاركنا بها في 25 شباط الماضي 2011 واستمرت لحد 2013، انتهت بالسيناريو المضحك لمقتدى الصدر. نعم. الخيمة ومعروفة للعراقيين ومعروفة الآن تفاصيلها. كان أكو تابوهات دينية، كان أكو خوف، كان الوعي الجمعي ما تشكل عند العراقيين. الآن وهذا دائما ما أكد عليه، صار وعي جمعي عند العراقيين، عرفوا يعني عرفوا ما هو العدو الرئيسي حقيقة. احنا عدو، يعني نحكيها بمنطق، احنا الناس العراقيين المنتمين حقيقة للعراق نعرف انه الاحتلال الامريكي والاحتلال الايراني. الاحتلال الامريكي يخضع الى امم متحدة، الى سياسيين، ممكن فن الممكن السياسي، ولكن الاحتلال الامريكي اوغل الايراني، العفو الاحتلال الايراني اوغل بتهميش الشخصية العراقية. الآن ماكو مفصل رئيسي في العراق رئيسي، يعني بالمخابرات بالاستخبارات بالخارجية ما يقودوهم، حاطين أراغوزات مع الأسف يسمون أنفسهم عراقيين. لذلك الآن الهتافات بدأت تصاعد، وبعدين معروف يعني ممكن القناصة بيهم 2 3 ممسوخي الضمير وعدم ما يمتلكون انتماء للعراق،
ولكن معظمهم ذولا من الحرس الثوري الإيراني. وأنا أريد أنبه على مسألة جدا مهمة، لأن الآن إحنا ما نحكي بلغة دبلوماسية، نحكي بلغة وعي عراقي. في أربعينية الإمام الحسين الأخيرة، لو تتفرس بالوجوه اللي زارت العراق اللي دخلت من إيران، مو ناس معدمة جايين من أجل زيارة إمام وتمرير هذه الطقوس، لا، كانوا مفتولي العضلات يمشون بقامة، معظمهم من الحرس الثوري الإيراني، وهم توزعوا بالمناسبة، من سحبوا توزعوا على 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 مقراتهم، على الخلايا الخبيثة اللي موجودة الآن بالجسد العراقي. لذلك العراقيين الآن من الشمال للجنوب، أنا أحكي على الوطنيين العراقيين اللي ينتمون للعراق، يعرفون أنه الإيرانيين ممتلئين حقد على هذا الوطن، على هذا الوطن اللي إرث الحضارة، إرث الثقافة والمعرفة والبلاغة والشعر والموسيقى والمسرح وكل شيء. لذلك صاعدت رسائل هذا، وهو الحقيقة اللي يقود العراق هو قاسم سليماني والمرشد الأعلى خامنئي. والحقيقة أكو شيء، أنه أبناء جنوب القلب الآن، يعني الآن بالسماوة أيضا انتفاضة، يعني كل المدن اللي كانوا يراهنون على أنه على مسخ وعيهم، أنه ما راح يشاركون بالمظاهرات وما يطالبون بإسقاط هذا الحكم، الآن هم اللي ينتفضون، أبناء الوجع والعدم. يعني تصور من المشاهد اللي رغم ألم رحيل الشهداء اليوم، الناس المعدمة ذولا أصحاب التوك توك، خلي يعرفون العراقيين وخلي يعرف العالم العربي والإنساني، ذولا معظمهم خريجين ترى، عنده بكالوريوس، عنده ماستر، يقومون بنقل الآن يقومون بنقل الجرحى. شوف الحس الوطني. وأكو مشهد آخر، منتسب من قوات الشرطة الاتحادية، وهذا موثق، نزع ملابسه، قال أنا ما أقدر أقتل أبناء وطني ولا أقدر أشارك. هذا يذكرني بثورة مصر، النقيب اللي صعدوا على أكتاف وانتمى للثورة. إذن أكو تنامي بالوعي، وأكو تنامي على لفظ هؤلاء السفلة من الحكم. شيخ يحيى سنبل، أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، يعني كيف تفسر إصرار الميليشيات على قتل المتظاهرين؟ هناك أربع أو ارتفاع عدد الشهداء الذين قتلوا على أيدي ميليشيا العصائب في ذقار إلى 10 شهداء، يعني كيف تفسر هذا الإصرار من قبل الميليشيا على استمرار استهداف المتظاهرين السلميين؟ نعم، إذن فقدنا الاتصال بالشيخ يحيى السنبل، أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، سنعاود الاتصال به مرة أخرى. إذن مشاهدين الكرام، سوف نعرض حاليا لقطات مباشرة وبث حي من الناصرية للصدمات ما بين أو التعرض والاعتداء من قبل القوات الحكومية والميليشيات على المتظاهرين السلميين، لنشاهد معنا. احرقه وقدمه لقدام، احرقه وقدمه لقدام، احرقه ودحرجه. دير بالك ايدك يا اخي، حرقه. يلا حرقه وانا افرقه. هات يلا احرقه. يا اخي تعال، خلي حق قاعد عدله، حطها قاعد عدله. إذن مشاهدينا الكرام، هذه لقطات مباشرة للمواجهات التي تحصل الآن ما بين المتظاهرين السلميين وميليشيا العصائب التي في الناصرية طبعا، والتي قامت بقتل المتظاهرين السلميين، وكما نشاهد الآن في هذا الفيديو للبث الحي المباشر من هناك من العراق من ساحات التظاهر.
اخذ هاي جيب هاي الكرتونه. روح مشاهدينا الكرام لساحات التظاهر في العراق والمواجهات التي هي مستمرة ما بين الميليشيا التي تستهدف المتظاهرين السلميين ميليشيا العصائب، وقامت باستهداف المتظاهرين وقتلت منهم 10، قتلوا واستشهدوا برصاص القناصة والرصاص الحي للميليشيا. نشاهد نعم الآن هذه اللقطات الحية من العراق من الناصرية، محافظة الناصرية، والمتظاهرون السلميون الذين يزدادون إصرارا وعزيمة على مواجهة الميليشيات التي لم تتردد أبدا في استهدافهم بالرصاص الحي، كما نسمع هذه الأصوات، أصوات إطلاق الرصاص، وهناك أيضا القناصة الموجودين على أسطح المباني العالية. لنشاهد معا هذه اللقطات سويا. إذن مشاهدينا الكرام شاهدنا سويا هذه اللقطات وهذا البث المباشر من العراق من ساحات التظاهرات السلمية ضد المنظومة الفاسدة في العراق وضد القوات الأمنية والميليشيات التي الموجودة أيضا والتي قامت باستهداف المتظاهرين السلميين. بالعودة إليك الشيخ يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، طبعا دائما ما يغلب الحديث إن كان العراقي يشاهد هذه اللقطات دائما ما تغلبه أيضا إحساسه أو أحاسيسه بالمواطنة وأيضا تعاطفه مع المتظاهرين السلميين الذين لم يطالبوا بشيء سوى حقهم في الحياة بكرامة في العراق. شيخ يحيى السنبل، يعني كيف تفسر إصرار المتظاهرين أو عفوا إصرار ميليشيا العصائب على استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي وقتل منهم 10 حتى الآن في محافظة الناصرية فقط؟ أخي الكريم، سقوط القناع الطائفي لهذه الحكومة الذي رهنت البلاد بيد القرار الإيراني وشعور إيران أنها سوف تفقد العراق من جراء هذه المظاهرات غير المسبوقة والإصرار الكبير للمتظاهرين على انتشال العراق قرار إيران ومشروعها الفساد الكبير الذي غمرته في العراق في كل القطاعات، أعطت الأوامر بهذه الميليشيات بممارسة أشد أنواع القسوة تجاه المتظاهرين السلميين، لأن إيران كما يعرف الجميع هي من تثمر بالعراق وتذهب وارداته من أجل تمويل أذرعها الميليشياوية في كل المنطقة وليس في العراق وحده. لذلك عندما رأت أن هذا المورد الكبير سوف تفقده أعطت الأوامر للميليشيات بضرب المتظاهرين السلميين وممارسة
كل أنواع الإجرام بحقهم من أجل وقف هذه التظاهرات أو من أجل تني المتظاهرين من المطالبة بحقوقهم ومن انتشال العراق من القبضة الإيرانية ومن مشروعها الفاسد في العراق. نعم أستاذ علي ريسان، ما هي رسالتك لشيوخ العشائر في العراق وهذه هذا الإصرار من قبل الميليشيات والقوات الحكومية على قتل متظاهرين سلميين وعدم تلبية مطالبهم؟ نعم الحقيقة مناسبة أن يكون معنا الشيخ الكريم رئيس عشائر العراق، أنا أريد أوجه رسائل بانتماع عراقي خالص إلى شيوخ العشائر. الإنسان يقاتل من أجل أرضه وماله وشرفه. الأرض انتهكت بسبب خونة العراق وأنتم تعرفون، وضاعت مدن بسبب الحكومات المتتالية والتي جزء من عدها هذه الحكومة، والمال نهب مليارات والشرف أيضا انتهك مع الأسف، أقولها بوجع. لذلك رسالتي لكم، انتهك الشرف من خلال خواتنا الأزيديات وهذا معروف على مستوى العالم. إذن ما المبرر لسكوتكم شيوخنا الأكارم؟ وأنا حقيقة أوجه ندائي لشيوخ العراق الأصلاء، مو شيوخ الطبع كما يسموهم العراقيين اللي يضع المهوال كأي قرد أمام المسؤول ويعرف ناهب وقاتل وسارق. إلى شيوخ العراق الأصلاء أوجه هذا الكلام، أقول لهم يا أحفاد الشيخ ضاري وشعلان أبو الجون والعريبي، يا أخوة شلهة وفدعة، أنتم الآن أمام موقف مواطنة، كنتم تتقاتلون فيما بينكم في بعض المرات على قطعة أرض على أو ثمن بخس، الآن أبنائكم دي يشاركون بالمظاهرات، احموهم. أنا لا أقول ارفعوا السلاح، نحن ما زلنا سلميين، ولكن وجودكم، وجود هذه الهيبات الشيوخ الأصلاء مطلوب الآن، لأن العراق الآن على المحك. هاي رسالتي للشيوخ العشائر. أيضا هناك يعني الميليشيات دائما ما نراهم في مقاطع الفيديو أنهم ملثمون. لماذا هم ملثمون؟ لأنهم غير عراقيين، يعني سويدي يقول بونتس لوت، نقطة رأس سطر. الصور اليوم اللي وصلت الجيش العراقي يعني معروف، يعني أبناء العدم أبناء الخايبات، يعني ناس بالمناسبة وبعض من عندهم خريجين لأنه طوعوا، لأنه ماكو سياسة لهذه البلد. مجموعة مافيات أوصلت هذا البلد لهذا الحضيض، هذا العراق العظيم. لذلك اليوم حتى الصور اللي وصلت هم في المقدمة وبيدهم أسلحة يعني حية وملثمين. الملثم كاللص، هذا مفهوم بالعرف الجرمي. الملثم لص، يعني اللص ما يجي بوجه مكشوف. اسمح لي أستاذ علي أن ننتقل للأستاذ ضياء الشمري. أستاذ ضياء، إلى أي مدى يمكن اعتماد التسجيلات الصوتية والمصورة التي تناقلتها المراكز الحقوقية، سواء كانت المراكز الحقوقية المحلية أو الدولية، حول تورط هذه الميليشيات بالصوت والصورة بقتل المتظاهرين السلميين؟ حقيقة كل الصور والوثائق الموجودة فيها أو بعض أكو وثائق أكثر من هذا الموجود هسه بالوقت الحاضر المتناشر بالإنترنت، أكو أدلة توضح أنه هذه الجرائم يقومون بها بعض الأشخاص من الميليشيات. ولا نبرئ الجيش والشرطة أيضا، لأن هم يحموا هؤلاء المجرمين، وهؤلاء المجرمين معرفين عند المنظمات الحقوقية ومعرفين عند الدولة ومعرفين عند الشرطة. إذا هذه الصور الموجودة اللي قاعد تعرض بالوقت الحاضر، هذه يأتي يوما ويتستعمل ضد هؤلاء الناس الميليشيات المجرمين القتلة، يأتي يوم ويحاسبون على ما أقاموا من انتهاكات لحقوق الإنسان وقتل العراقيين، وتكشف الوجوه. خلي مغطى وجهه معروف إيش هذا، لا يعني شيء بالتحقيق. احنا نعلم جيدا هذا لا يعني شيء، لأنه نعرف جيدا هم يعرفون اللي كانوا بجنبه، اللي كانوا يمه، هذول الشرطة والجيش والموجودين كانوا بجنبه يعرفون هذا الشخص. إذا احنا نعرف الشخص من خلال معرفتنا للأشخاص الموجودين،
في المقدمه او في المؤخره يعرفون من قام بقتل من قام بقتل المتظاهرين. هذه مساله حقوقيه، والكشف عن هويه الاشخاص ليست بصعوبه جدا. طيب. اذا الامر واضح. نعم، ابقى معي استاذ ضياء شمري. بالعوده اليك استاذ علي ريسان، خطاب المرجعيه لعلك تابعته اليوم الجمعه دعوه للجنه التحقيق بتحقيق قضائي مستقل اتهام المتظاهرين باللجوء للعنف. بعضهم وصف يعني ما تحدثت به المرجعية بأنها الآن في الخط الوسط ما بين الضحية والجلاد. يعني كيف تابعتم خطاب المرجعية فيما يخص انطلاق التظاهرات، يعني هذه التظاهرات اليوم أو التي قبلها؟ والله الحقيقة يعني أنا من زمان يعني الحقيقة أتحدث بصوت عالي، من زمان يعرفوني المتابعين، وراح كل خطب المرجعية مو فقط أثناء هاي الانتفاضة التشرين كلها كانت أوبر مورفين، حاسبوا المجرب لا يجرب، يعني خطب هو مسترخي. يعني حقيقة أنا دا أصورها هو مسترخي والمتسولين خارج الصحن الإمام علي. يعني من يطلع راح يشوف المتسولين والمعوزين والمعدمين وأبناء الشهداء. خطاب الصافي والكربلائي دائما هم اللي يتبنون خطب الجمعة. خطب كانت دائما هي يعني مثل الأمبول بقاء الحكومة، حاسبوا اضربوا رؤوس الفساد. ما هو رؤوس الفساد منه؟ ما هو أنتو اللي كانت في الماضي، يعني أو ليس في الماضي، إنما نستطيع أن نقول في الماضي القريب. أصبروا على أصبروا يعني الحكومة، أصبروا على الحكومة إلى متى أصبر؟ يعني أنت سرقت أموالي ونهبت العراق وضيعت التعليم والكهرباء، ويعني ما تنطلي. يعني خطب اليوم، الخطبة أنا تابعتها، يعني بالضبط وقف بالنص، كونوا سلميين. ما هم سلميين دول الشباب الحلوة طالعين بالأعلام، وأنت مدجج بالقناصين. وبالمناسبة خلي اسمعوا هالمراجع، الكيان الصهيوني اللي تلعنونه كل يوم من يقابل المنتفضين الإسرائيليين يستخدم رصاص مطاطي، إلا في حالة أنهم منتفض فلسطيني ثائر حاول بيده ميديا أو سكينة وهذا يقتلوه. أنتوا قتلتوا شباب عمر الورد، ما حاملين أسلحة. شيء ثاني، عندنا شباب الآن ماتت باختناق. تعرفون ليش يا عراقيين يا رأي عام عالمي؟ لأنه القنابل المسيلة للدموع منتهية إكسباير. يعني أنتوا حتى في قمع المظاهرات فاسدين، منتهية من 2014 بصفقة فساد جلبوه هم ذولا القتلة. شيء آخر، احنا كنا، انا دخلت الحرب، انا اتشرف انه كنت مقاتل بالحرب الثمان سنوات ضد ايران، اتشرف وسام واحمل شظايا مثل كثير من العراقيين راح اقولها. القنابل يا صديقي المسيلة للدموع تنطلق بشكل كيرف، يسمعوني الضباط، كل المظاهرات ما تنطلق مباشرة. اليوم شفنا شباب حلوين القنابل اخترقت رؤوسهم، الشهيد اللي سقط اللي فار راسه، لانه تنضرب مثل البالون وتنزل. حتى القساوة وبشاعة ذول البرابرة الفاشيين النازيين اللي ما يمتلكون أي قيم إخلاقية وإنسانية ووطنية، أطلقوا القنابل المسيلة للدموع اليوم ومظاهرات اثنين شباط مباشر دايركت على الرأس ومن مسافة قريبة، وهي فعلها فعل الإطلاقة الرصاصة. هاي ملاحظة يجب أن يسمعها الرأي العام العالمي. شيء آخر يا عادل عبد المهدي، أنت وحكومتك مجرمي الحرب، والبارحة شرفاء في خارج العراق موقفهم جدا رائع من أدباء وكتاب وقانونيين في هولندا، رفعوا إلى محكمة العدل الدولي عادل عبد المهدي وحكومته كمجرمين حرب. والمفرح يا عراقيين أنه محكمة العدل الدولية تقبلت هذه الدعوة. اسمح لنا أستاذ علي ريسان والمشاهدين الكرام لنشاهد هذه اللقطات وهذه الفيديوهات من مدينة الديوانية لساحات التظاهر ومواجهة المتظاهرين السلميين من قبل القوات الحكومية والميليشيات.
كانت هذه اللقطات مشاهدينا الكرام قد وصلتنا توا من مدينة الديوانية والتي شاهدنا فيها المتظاهرين وهم مصرون على المضي قدما في تحقيق أهداف انتفاضتهم بإسقاط النظام وإسقاط منظومة الفساد والعملية السياسية في العراق. قبل أن نختم هذه التغطية أشكر الشيخ يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، شكرا جزيلا لك الشيخ يحيى السنبل. ونشكرك أيضا شكرا جزيلا الأستاذ ضياء الشمري أمين منظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. وأخيرا أستاذ علي ريسان، في دقيقة واحدة، ما هي الرسالة التي تود أن ترسلها للمتظاهرين السلميين في العراق؟ نعم، أقول العراق في القلب ودالتنا هو العراق، اصبروا وصابروا، المنطقة الخضراء ليست دالتنا، الشوارع والعصيان المدني السلمي، أن تبقى في الشارع، أن تبقى في الشارع، هم راحلون. وأوجه آخر كلمة فأقول قولة الشاعر الكبير الجواهر، يقول: إلى القتلة الرصاصات الثلاث، أتعلم أو كنت لا تعلم بأن جراح الضحايا فمو. شكرا. شكرا لك، شكرا جزيلا الأستاذ علي ريسان الكاتب والمخرج المسرحي العراقي، كنت ضيفنا في الاستوديو. إذن مشاهدينا الكرام كنا معكم، وهذه التغطية المباشرة من قناة الرافدين والتي ناقشنا فيها آخر تطورات التظاهرات المستمرة في بغداد والمحافظات العراقية لإسقاط منظومة الفساد والعملية السياسية في العراق. نشكر لكم طيب المتابعة، وإلى تغطيات أخرى في مسيرة الانتفاضة السلمية. إلى اللقاء.